أهلا بكم وجمعة مباركة. فرحة توقع مع ألانيا سبور التركي. بنبو علي وقع مع شارلوروا البلجيكي. الصحافة القطرية بلادي أسوأ لاعب في تاريخ قطر. ملعب حبلوي في قسنطينة جاهز للشهر المقبل. والناس مع نيس أو بولونيو. فارس شايبي نجم الجزائر في تولوز. موعد توقيت والقروة نقل مباراة السيتي بايرن ميونخ الودية. أولا، وقع الدول الجزائري زين الدين فرحات مع ألانيا سبور التركي، وهذا بعدما كان في ورطة مع الدور الفرنسي وناديه السابق. المهاجم الجديد لنادي شارلوروا البلجيكي نادير بن بوعلي في مقر النادي، وذلك من أجل توقيع عقد جديد والاحتراف في أوروبا. بلايلي أسوأ لاعب في تاريخ قطر، هذا ما عنوانته صحيفة الوطن القطرية، حيث تهجم الصحفيون القطريون على يوسف بلايلي ووصفوا بأسوأ لاعب في تاريخ قطر، وذلك كردة فعل على ما قاله سابقا. الآن شاهدوا صور رائعة لملعب الشهيد حملاوي وهو يتزين بكراسي رائعة من أجل كأس أفريقيا المحليين التي ستقام شهر جون في المقبل. حسب الموقع الإيطالي كوريري ديلو سبورت، نادي نيس الفرنسي يدخل هو الآخر الخط من أجل انتداب الدولي الجزائري آدم الناس. الأندية التي تريد الجزائري هي نيس، مارسيليا وبولونيا الإيطالي. فارس شايبي يتألق في المباريات التحضيرية لنادي تولوز الفرنسي ويسجل هدفه الثالث أمام سوسيداد ومن احتمالها حاسمة. الآن موعد توقيت القمة النارية الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية بين السيتي وبايرن ميونخ، وهي يوم 24 جويلية على الساعة 12 بتوقيت الجزائر. القنوات المفتوحة النقل لهذه المباراة هي قنوة أبو ظبي الرياضية الأولى المفتوحة في النصات. ما تنسوا توقعات كل هذه المباريات في التعليقات، وشكرا لكم.